هنتكلم عن مشكلة كبيرة جدا قابلت أصحاب قنوات يوتيوب كتير الفترة الأخيرة، وهي مشكلة ربط حساب يوتيوب بحساب أدسنس. أنا عملت الفيديو ده لأن حل المشكلة دي مش موجود على أي قناة عربية أو أجنبية على الإطلاق، والحل اللي أنا هقوله ده جاي من بق اليوتيوب مباشرة، يعني حل أكيد وصحيح 100% من اليوتيوب مباشرة أو من فريق الدعم الفني لليوتيوب مباشرة. لما عملت سيرش عشان اشوف مدى الافتكاسات اللي احنا فيها، طلع لي في السيرش نتائج كتير جدا جدا كلها بتقول حل مشكلة طول انتظار فترة المراجعة اليدوية، ولكن لما دخلت اقرأ المحتوى لقيت انه ما بيقولش حل على الاطلاق، هو بيقول بس بيعرض المشكلة، بيقول ان سببها ان القناة بتتراجع يدويا مش اوتوماتيكيا وبالتالي هتاخد وقت. وفي بعض الناس قالت حلول يا حلول مش مظبوطة وملهاش اي علاقة بفريق عمل اليوتيوب على الاطلاق. عشان كده انا عملت الفيديو ده علشان اقول لك الحل النهائي الاكيد اللي جاي من بق اليوتيوب مباشرة. طبعا كلنا عارفين اهمية ربط حساب يوتيوب بادسنس، هو اظهار الاعلانات على فيديوهات اليوتيوب وبالتالي تحقيق ارباح من الفيديوهات بتاعتك. السياسات الجديدة اليوتيوب انها ما بتقبلش ربط اي قناة الا لما تتأكد انها قناة كواليتي بتاعتها عالية او جودة المحتوى بتاعها عالية علشان تظهر الاعلانات على قنوات محترمة. في السياسات الجديدة اليوتيوب علشان يقبل ربط قناتك بأدسنس لازم الاول يراجع القناة بتاعتك مراجعة يدوية، وده مش هيحصل الا لما القناة بتاعتك تعدي 10,000 مشاهدة. المفروض ان بعد ما القناة بتاعتك تعدي 10,000 مشاهدة في خلال اسبوع ولا حاجة يوتيوب بترد عليك بالموافقة او الرفض. الكلام ده غير صحيح، فعلا انت بتستنى 10,000 مشاهدة، ولكن ده مش معناه ابدا ان اليوتيوب هتبدأ او فريق الدعم الفني يبدأ يراجع القناة بتاعتك بمجرد ما توصل ل 10,000 مشاهدة. الكلام ده غير صحيح. بعد لما قناتك بتوصل ل 10,000 مشاهدة مش بيتم مراجعتها ولا حاجة، وانما القناة بتتحط في كيو او في طابور للقنوات اللي محتاجة تتراجع. تخيل كم القنوات اللي محتاجة تتراجع على مدار الوقت ده، يعني قناتك ممكن تقعد لها شهرين 3 4 5 على ما يجي عليها الدور عشان تتراجع. ومش طول الانتظار ده معناه ان هيجي الوقت، يعني هو مش طابور عادي ان كل قناة بتتراجع فانت بتتقدم خطوة، القناة اللي بعدها بتتراجع فانت بتتقدم خطوة. لا، انت ممكن طول الوقت في قنوات بتتحط قدامك، فانت بدل ما بتستنى شهر بتستنى شهرين، وبعدين بترجع تستنى 3 شهور، وبعدين بترجع تستنى 4 شهور وهكذا. نعمل ايه بقى عشان ننجز والقناة بتاعتنا تتراجع في اسرع وقت ممكن؟ اول حاجة ان القناة او الكيو ده او الطابور بتاع القنوات اللي في انتظار المراجعة بيبقى ليه اولوية معينة، يعني كل قناة وليها اولوية معينة والاولوية دي بتتحدد باستمرار. فلو قناتك من القنوات المهمة اللي بتحقق مشاهدات عالية الجودة باستمرار، بتبدأ القناة بتاعتك بتاخد ترتيب متقدم في الطابور ده. ولو القناة بتاعتك ما بتحققش مشاهدات او قناة عبيطة كده ولا حاجة بتبدأ تاخد ترتيب متأخر. انا شفت حلول للناس بتقول ازاي توصل ل10,000 مشاهدة في خلال 24 ساعة. كل الحلول دي بتحقق لك 10,000 مشاهدة بسرعة، ولكن بتأخر المراجعة اليدوية. انت محتاج المراجعة اليدوية تبقى بدري، مش محتاج المشاهدات هي اللي تبقى بدري. بعد كده المشاهدات لما يتحط عليها اعلانات تبقى تظبطها على كيفك. يوتيوب ما بيبصش لعدد المشاهدات، ولكن بيبص للنسبة ما بين عدد الدقائق الفعلية الى عدد الدقائق اللي موجودة في الفيديوز. يعني لو انت رفعت فيديو واحد مدته 10 دقائق وحصل له 1,000,000 مشاهدة، فمن الطبيعي ان يكون اجمالي عدد الدقائق اللي اتشاهدت حوالي 10,000,000 مشاهدة. لو عدد الدقائق الفعلية اللي اتشاهدت كان اقل من ده بكتير، معناها ان القناة بتاعتك او الفيديو بتاعك ضعيف جدا او مش مناسب، او المحتوى مش مناسب مع التايتل او عنوان الفيديو او الكيوردز اللي انت بتحطها، معناه ان هو مجرد فيديو عبيط وانت عايز تلم بيه مشاهدات وخلاص. فاليوتيوب في الحالة دي بيأخر دورك في الطابور، مش بس اثناء فترة المراجعة، لا كمان لو القناة بتاعتك اتوافق عليها. فالفيديوهات اللي من النوع ده اللي ما بتحققش عدد دقائق مشاهدة فعلية متناسبة مع عدد الدقائق الفعلية للفيديو بيبدأ يقلل من عدد مشاهدات الفيديو. يعني الاقتراح الفيديو ده ما بيظهرش كتير، لما حد بيعمل سيرش الفيديو ده ما بيطلعلوش في السيرش وهكذا. عشان كده
ما تهتمش بس بعدد المشاهدات، وانما اهتم بعدد المشاهدات عالية الجودة. واهم حاجة بتدل على ان المشاهدات عالية الجودة هي النسبة بين عدد الدقائق المشاهدة الفعلية الى عدد دقائق الفيديو نفسه. اليوتيوب ما بياخدش في الاعتبار قوي اجمالي عدد الفيديوهات اللي بيتم رفعها، وان كان دي من الحاجات اللي تعتبر مهمه لاشهار القناه بتاعتك، ان انت ترفع فيديو بانتظام ان شاء الله حتى كل اسبوع او كل شهر او غيره، ولكن اليوتيوب ما بيدخلهاش في اعتباراته في جوده القناه، انما بيدخل في اعتباراته ان كل فيديو بيترفع الناس بتهتم بيه او بتتفاعل معاه اكتر، او بيبقى لها كومنتات ايجابيه اكتر، او اللايكات لايكات على الفيديو بتبقى كتير، ومش مجرد لايكات كده وخلاص، يعني لايكات طبيعية. اليوتيوب بيحب المشاهدة تكون طبيعية، يعني ما تحطش الفيديو في قناة او في بلوج او في موقع والفيديو يشتغل اوتوماتيك، لا، لازم اليوزر او الزائر هو اللي يدخل يشغل الفيديو بايده. عشان انا شفت بعض الشروحات بتقولك عشان توصل لاعلى عدد مشاهدات ممكن تعمل الحركة دي، تاخد الكود بتاع الفيديو وتحطه في موقع والكود تشغل منه الاوتو بلاي او التشغيل التلقائي للفيديو، بحيث الزائر اول ما يدخل الصفحة الفيديو يشتغل اوتوماتيك. الكلام ده مش بيساعدك على تحقيق الارباح، بل بالعكس بيدي نيجاتيف اكسبيرينس للفريق الدعم بتاع جوجل، فبيبدأ يقلل من مشاهدات القناة بتاعتك لو القناة اوريدي اكسبتد، ولو القناة لسه ما توافقش عليها لربط القناة بتاخد ترتيب متاخر في الكيو اللي هو بتاع المراجعات. من العوامل اللي محدش للاسف اتكلم فيها، لكن هي من العوامل المهمه جدا اللي بتساهم في مراجعه الفيديو بتاعتك او القناه بتاعتك بشكل سريع، مش بس ال 10,000 مشاهده، لا، اولا ال 10,000 مشاهده، يعني القناه بتاعتك لازم تحقق 10,000 مشاهده عشان يبدا القناه بتاعتك تتحط في الطابور اللي هو بتاع انتظار المراجعات. وبعدين ال 10,000 مشاهدة دي لازم تكون مشاهدات عالية الجودة، يعني يكون الناس بتتفرج فعليا على الفيديو عشان عاوزة تتفرج على الفيديو، مش مجرد مشاهدات انت بتلمها عشان تدخل في الطابور المراجعات ده، لا، لازم 10,000 مشاهدة تكون طبيعية، ويكون الفيزيتور هو اللي شغل الفيديو بنفسه، ويكون شاهد اكبر عدد من الدقائق في الفيديو ده. عشان كده لو الفيديو مدته مثلا 10 دقائق يبقى لازم الزائر يكون شاهد على الاقل 7-8 دقائق، مش من اول دقيقه ويحس ان الفيديو مجرد حوار وان العنوان جذاب وبيشد وخلاص، ولكن المحتوى ملوش علاقه بالعنوان فاليوزر بيضطر يطلع من الفيديو، لا، لازم مشاهدات عاليه الجوده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اليوتيوب بيبدا يحطك في الطابور الامامي للمراجعات. ما هو في طابورين، في طابور انت بتدخل بس يعني محطوط في جنب كده في الاحتياط، في طابور تاني اللي هو طابور المراجعات الفعليه. ده بيحصل لما بتحقق شرطين. الشرط الاول بتحقق 4,000 ساعه مشاهده، والشرط التاني ان يكون في 1000 مشترك دخلوا القناه، مش بس 10,000 مشاهده، لا، لازم 4,000 ساعه مشاهده علشان تبدأ تدخل في الطابور الأمامي للمراجعات. بعد ما بتدخل في الطابور الأمامي للمراجعات بتبدأ ينطبق عليك موضوع الأولويات، يعني لو في قناة القناة دي بتحقق عدد كبير من المشاهدات عالية الجودة والناس بتحقق عدد كبير من دقائق المشاهدة، فالقناة دي مهمة فلازم يراجعوها في أسرع وقت ممكن، عشان كده هيأخروك انت ويحط القناة دي قدامك في الطابور. عشان كده انا بشوف الناس يقولك انا هبدأ اهتم بالقناة لما يتوافق عليها عشان المشاهدات تجيب لي فلوس، والكلام ده طبعا مش مظبوط، لا، اهتم بالقناة حتى من قبل ما يتتم مراجعة القناة. وكمان مفيش اي مانع ان انت تعمل اعلانات مدفوعة على جوجل ادورد علشان تعلي نسبة مشاهدات القناة. لما نبص في الصورة دي هنلاقي انه هو حاسب لك هو عدد المشتركين وعدد ساعات المشاهدة، بيقولك ان في القناة دي تم مشاهدة 22,000 ساعة، يعني اضرب في 60 عشان تحسبها بالدقيقة، وفي 12,400 مشترك. خلاصة الكلام، رقم واحد حاول توصل ل10,000 مشترك، سوري 10,000 مشاهدة، بس تكون مشاهدة طبيعية وعالية الجودة، يعني الزائر الواحد يشوف معظم الفيديو، فما تحطش فيديو من اللي هو بيجيب لك مشاهدات وخلاص. تابع عدد
الدقايق الفعلية اللي الناس بتشوفها دي مهمة، وتأكد انها تكون قريبة جدا من عدد دقايق الفيديو ذات نفسه. فلو لقيت ان الناس ما بتشوفش الفيديو للآخر، حاول تهتم بمحتوى الفيديو اكتر، ارفع فيديو جديد يكون جذاب اكتر ويكون مشوق ويكون فيه محتوى مهم وجذاب للناس. اهتم بعدد المشاركين، اهتم بالقناة حتى من قبل ما تتم مراجعة القناة. من الحاجات اللي بتسرع المراجعة دي انك تعمل اعلان على جوجل ادوردز، او انك تحاول تنشر فيديوهات تكون قيمة ومحتوى عالي جدا. دي كده التوصيات اللي انا بقول لكم عليها والاكيدة.